السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين، رجعنا لكم بفيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيروكس. قصتنا اليوم أعزائي المتابعين القصة الأولى من مصر، ومن مجندين اثنين كانوا زملاء إحدى القطع العسكرية. بقول صاحب القصة، كنا بنتبادل أطراف الحديث بليلة مظلمة من شتاء مدينة الإسكندرية القارص، وما في صوت غير صوتي وصوته. بيقول امسك سلاحي وهو بيمسك سلاحه. صاحب القصة اسمه سيزيف، عم بيسأل صاحبه عبد الله، بيقول له شو قصة هالسيارة هاي اللي مغطية اللي محطوط عليها شادر يا عبد الله؟ فقال له عبد الله، هاي السيارة المتحطمة إحدى الأحراز، يعني عملت حادث وهي حرز. فسأل سيزيف عبد الله، قال له شو قصتها؟ قال له عبد الله، توفى فيها 4 أشخاص امبارح على الطريق السريع، وانفصلت الرقاب تبع ركابها كلها انفصلت عن أجسامهم، يعني جسد بدون رقبة. فقال له سيزيف، معناته إحساسي صدق، لما كنت بمر بجنب هالسيارة بشعر ببرودة وقشعريرة ظهري بدون أدنى سبب، يعني بدون أي سبب، وما بعرف شو قصة يعني هالسيارة، ما كنتش أعرف شو قصة السيارة، وكانت تصيبني هالحالة هاي. بعدين فجأة عم صمت المكان لفترة وتوقفنا عن الحديث. بعدين بدأ عبد الله الكلام عن نفسه. شخصية عبد الله شاب جاد، ما بيحب المزح، صوته أجش قوي يعني، وعنده بنية عضلية جيدة، وبيتكلم بخشونة. كمل حديثه، قال كنت بيوم من الأيام راجع من عرس صديقي، رجعت الساعة 3:30 من العرس. أصر صديقي على أني أبات ببيته للصبح لأن المواصلات غير متوفرة بهاي القرية، وخصوصا بالوقت المتأخرة، بس أنا أصريت على أني أغادر لأني مو متعود أني أنام إلا بسريري بس. وبالفعل قررت إني أسلك هالطريق الزراعي اللي ما فيه يعني على جنب الطريق إلا أرض زراعية، والجنب الثاني واحدة من الترع، والترعة هي ممر مائي، قناة مائية، وهالطريق طوله 3 كيلومتر عشان أوصل لقريتي. وأثناء عبوري على إحدى العشش اللي بيستخدمها الصيادين لصيد الأسماك، والعشة مثل الكوخ اللي معمول بالقصب، سمعت أصوات غريبة بتصدر عن هذيك العشة، وكأنها صوت فتاة عم تتوسل لواحد إنه تركها. وقفت عشان أتأكد من هالصوت، وكل ما اقتربت من هاي العشة كل ما ازداد الصوت وضوح. خفت إنه تكون هالفتاة عم تتعرض لشيء مش كويس يعني بالمكان، وخصوصا انه هالمكان كان مكان يعني نائي، ما فيه اي حدا ولا بمر فيه اي انسان، والساعة 3:30، وشو جاب هالبنت بهالظلمة هاي يعني. فذكرت رب العالمين وتعوذت من الشيطان الرجيم، وقربت شوي شوي من هالعشة، وكان معي سكين، طلعت السكين ومسكت تلفوني وشغلت الكشاف تبع التلفون عشان ينور طريقي،
وأني أقرب على هالعشة. وكل ما اقتربت كل ما زاد الصوت وضوح. قلت لنفسي لازم أني أنقذ هاي الفتاة من هالذئب البشري. وكان هذا الذي يعني كان هالشي هذا اللي كان يدور بخاطري، هذا اللي كنت أفكر فيه. أثناء اقترابي من هالمكان المظلم اللي ما بعرف ما بعلم فيه غير رب العالمين لوحده شو في جوه، اقتربت من باب هاي العشة المظلمة، وقتها سمعت صوت هاي الفتاة بتقول لي ارجع. فعرفت انها تنبهت لوجودي ولخطواتي، بس اني اصريت على اني اتابع واقدم. وجهت اضاءة هاتفي لهالظل الاسود القاتم السواد اللي بيصدر عنه هالصوت هذا، لانه من مكان الصوت في ظل اسود. وكانت صدمة الي لما شفت هالمنظر. قال له سيزيف شو شفت؟ قال له عبد الله وهو متوتر وكأنه بيسترجع هاليوم وراح يبكي من الخوف من شدة الرعب. قال شفت أم إلها شعر أسود طويل بيغطي ظهرها بالكامل، وكانت تمشط لبنتها شعرها بهالظلام يعني الدامس. فقالت لي ارجع يا عبد الله. هون أنا وقفت وأني مندهش بالأصل، شلون عرفت اسمي؟ وفوق هذا يعني مرعوب رعب ما بعده رعب. ما قدرت أتحرك من مكاني من شدة الرعب. فنظرت لي وقالت لي مرة ثانية ما قلت لك ارجع يا عبد الله؟ وهون كان وجهها عبارة عن ظل أسود ما إله أي ملامح نهائيا. بعدين ما حسيت بنفسي إلا وأني بركض بسرعة رهيبة. فبوقت قصير كنت رجعت ووصلت لبيتي بالقرية وأني أركض. دقيت على باب بيتي ولما فتح لي أبوي الباب رميت نفسي على الأرض وأني فاقد الوعي. واستمريت بهالغيبوبة لأسبوع كامل ما بعرف شو حولي وأني غايب عن الوعي. لما صحيت خبرت أبوي باللي صار لي بهذاك اليوم. فأبوي راح جاب شيخ، أحضر شيخ قرأ علي القرآن. وعرفت بعد هيك من أبوي وأخوتي أنه أغمي علي مرة ثانية لما سمعت القرآن، وبدأت أتحدث بصوت آخر غير صوتي. وانتهت الجلسة بخروج هاي الشيطانة من جسدي، وما تكرر معي أي حوادث مشبهة مرة ثانية مشابهة عفوا مرة ثانية. هون سيزيف لما عبد الله خلص كلامه قال له الحمد لله على رجوعك إلنا سالم غانم. المهم عزيزي المتابع، أنا بالنسبة إلي بترك لك حرية تصديق قصة زميل سيزيف عبد الله أو إنك تكذبها، فإلك مطلق الحرية بهالشيء. بس سيزيف بقول، طبعا هذا كلام سيزيف، سيزيف بقول أني بصدق زميلي بكل اللي قال أنه بالفعل يعني إحنا مش موجودين لوحدنا بالعالم، في عالم ثاني موجود معنا وممكن يتشكل ويظهر لنا بأي شكل ثاني. القصة الثانية أعزائي المتابعين بتحكيها صاحبتها، بتقول صارت لها القصة هاي بالمدرسة لما كان عمري 14 سنة. كنت بلعب مع صديقاتي لعبة الغميضة بالمدرسة، وكلكم تعرفوا هاللعبة. وأثناء ما كنا نركض أنا وصديقتي خلود قررنا أنه نتخبى بالفصل. وكان فصلنا بيطل على مبنى المدرسة القديم المكون من 3 طوابق، وهالمبنى هذا مهجور ما حدا بيدرس فيه، بس الدور الأول كانت فيه غرفة الأساتذة والمكتبة. وكان موقعنا بالفصل بيسمح لنا برؤية المبنى كامل. ولما دخلنا وقعدنا بمكاننا وكنا يعني بنلهث من كثرة الركض، نظرت لبرا من الشباك عشان أشوف صديقتنا دعاء لحقتنا ولا لا، لأن قلنا لها عشان تلحقني يعني.
وهون كانت المفاجأة. شفت فتاة بالمرحلة الثانوية بتسقط من الدور الثالث من المبنى القديم وكأنه في حدا دفعها. هون من الخوف رجفت أني، بعدين صرخت البنت وقعت. اتفاجأت إنه صديقتي خلود صرخت معي بنفس الوقت. طلعنا أني وخلود من الفصل أقصى سرعة للمكان اللي سقطت فيها البنت. بالبداية ما شفنا جثتها بسبب إنه ساحة المدرسة كانت مزدحمة، بس لما اقتربنا من المكان ما كان في أي حدا ولا جثة ولا بنت وقعت. معقول إنهم نقلوها للمستوصف بهالسرعة؟ بس مستحيل، يعني ما في غير ثواني على سقوطها، بس وين اختفت؟ أني متأكدة إنه في بنت سقطت من الطابق الثالث. وزاد من تأكدي، يعني إذا أني بتوهم شلون صديقتي خلود كمان كانت بترجف من الخوف وشافت معي؟ معقول إنها سقطت وقامت بدون ما حد يلاحظ عنها، يعني ما صار بها شيء؟ بس مستحيل، سقطت من الدور الثالث ولا سقطت على راسه وكأنه واحد دفعها. كل هاي التساؤلات خلتنا نسأل البنات اللي كانوا قاعدين هناك، بس صار يضحك مننا ويقول هالنكتة بتضحك. والأمر ما توقف هون. بعد شهر من الحادثة وأثناء درس الرياضيات نظرت للباب فشفت نفس الفتاة ونفس المكان اللي سقطت منه، وهاي المرة ما كان في حدا بالساحة، بس مع ذلك ما شفتها لما وصلت على الأرض، اختفت تماما. خبرت صديقتي خلود وصديقتي دعاء. خلود صدقتني لأنها كانت شافت من قبل هالشيء، بس دعاء ما صدقتني، وإلى الآن ما حدا صدقنا أني وخلود وبيظنوا أننا بنتوهم، يعني مجرد وهم نتخيل هالشيء. طب يعني واحد بتخيل لوحده، في واحد ثاني بتخيل نفس التخيل؟ معقول؟ معقول إنها مجرد أوهام؟ بس إحنا ثنتين اللي شفنا بنفس الوقت. كان الحادث واضح وكان بإمكاننا، يعني بمقدرتنا إنه نشوف شيء من وجه الفتاة ويديها اللي كانت بترفرف بطريقة بتخليك تشعر إنها سقطت بدون ما تعرف، يعني كان وجهها على الساحة وإجا واحد من وراها ودفعها. وكمان صديقتي اللي بتأكد إنها شافت الفتاة معي خلود. بس ليش ما حدا شافها غيرنا؟ معقول إنه في سبب وراء هالشي هذا؟ وليومنا هذا أني مش ملاقي أي تفسير للي صار. إذا إجينا نشوف الموضوع من منظور أكثر واقعية، فراح يكون من المستحيل إن يكون شبح. فالأشباح ما بتظهر بوضح النهار. يعني البنت بتقول من منطلق كلامها انه بتقول الشبح مستحيل يظهر بوضح النهار، وانا بقول له لا، الشبح يعني الجن بتشكل وممكن انت لوحدك تشوفيه، مش شرط غيرك تشوفه، يتشكل على هيئة انك لوحدك انت تشوفيه. وبتقول ليومنا هذا مش ملاقي، ورغم يعني صار فترة سنين وصرت زوجة وصرت أم، وليومنا هذا هالقصة هاي هالموقف هذا عالق بذهني وما لقيت له أي تفسير نهائيا. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. إن شاء الله يكون حاز على إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.